السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معقولة لسه ما شفتش الجزء الاولاني يا قمر للجدارية الجميلة دي؟ عملنا جدارية حلوة قوي، ده تاني منتج نعمله مكرمية على القناة. عملنا اول منتج كان شنطة، كانت حلوة جدا وكان احنا القناة الوحيدة اللي شرحتها، وده تاني منتج جدارية، وانا قصدت الجدارية دي بالذات عشان خاطر هي جامعة لكل الغرز الاساسية للمكرمية، الفن المكرمية اللي منها مشتق اي غرز. طبعا في الجزء الاول هي المكرمية 4 لير او 4 طبقات، الطبقة الاولى ودي الطبقة التانية وبعدين الطبقة التالتة والطبقة الرابعة. في الجزء الأول شرحنا الطبقة الأولى، طبعا شرحنا الأول بداية عقدة التثبيت وبعد كده العقدة المربعة بطريقة الشبكة وبعد كده الغرزة المزدوجة وبعد كده غرزة التوب. دي الطبقة الأولى، يعني ما شاء الله الفيديو الأولاني كان غني بالغرز الأساسية. في الفيديو ده اللي هو الجزء الثاني إن شاء الله هنشرح العقدة الحلزونية، تمام، وازاي تظبطيها. وزي ما انت شايفه بصي دي اتجاهها جاي على الخارج ودي اتجاهها جاي على الخارج، ازاي تظبطي اتجاهاتها وازاي تظبطيها وتخليها بالشكل ده وتكون متناظره بالشكل ده. كمان هنتعلم في الجزء الثاني غرزه الضفيره وازاي تعملي مقاسها. كمان هنتعلم الجزرنج نوت اللي هي عقده تجميع الخيوط بطريقه سهله جدا وبسيطه قوي قوي قوي. جدارية جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وزي ما انا قلت لكم انا قصدتها عشان هي جمع لكل الغرز السهلة البسيطة اللي هتخليكي تقدري لما تشوفي اي جدارية بعد كده هتقدري تعمليها. اتمنى انها تعجبك، ويلا بينا على الجزء الثاني وانتظريني كمان في الجزء الثالث. كنا في الجزء الاول خلصنا الجزء الاول من الجدارية اللي هو ده خلصناه، ولو ما شفتيش قلت لك صورة الشرح انا هحط لك في صندوق الوصف وكمان في التعليق المسبق. هنعمل النهارده الجزء الثاني اللي هو الغرزة الحلزونية او النص عقدة، يعني احنا بنقول غرزة بس هي عقدة. يعني هنبدأ نقص 4 فتل لكل جنب ايه فتلتين، هنتنيها على 2، الفتلة بنتنيها على 2 فتعمل لي كام؟ 4. الفتلة على فرد هتقصيها 5 متر، هتاخدي من 5 متر، تمام، تقيسي بالمتر متر ونص، يعني انا بقيس على ايدي ادي متر وادي نص تقريبا، انا قست على ايدي بالوايه متر ونص، شايفين اهو ده متر ونص، فتنيت الفتله على متر ونص، اخلي المتر ونص اتجاهه كده، تمام، لان انا هركب الاول اتجاهه من ناحيه بره، واظبط الحلقه، اصبح الفتله الطويله دي متر ونص، يبقى دي كام؟ باقي كام؟ 3 ونص، مش كده اللي بره دي، ارمي الحلقه ورا كده وبعدين اشد منها الفتلتين واحافظ على الخيط بتاعي، ان انا لازم اللي هي من ناحيه بره هنا هتبقى متر ونص واللي من ناحية جوه هتبقى كام؟ 3 متر ونص. طبعا ايه انا بشدها، هي طويلة شوية، ممكن اعملها كده وبعدين ارجع تاني اتأكد ان انا دي اقيس بالمتر تاني، اقيس ان الصغيرة طولها متر ونص تقريبا، تمام اهو، وبعدين اظبط الحلقة بتاعتي. طبعا الخيط لازم انا هشده كده عشان انا عايزة اظبط الحلقة، شايفين انا بظبط ايه اهو، انا بظبط قدامكم كل حاجه لما بتلف معايا انا بظبطها قدامكم، ودي هنا اهيت بظبطها كده، ايوه كده مظبوطه. وبرده لازم اعمل العقده اللي هي عقده البدايه ادي دي بالظبط، لازم يكون الشكل هنا متناسق، اصبح الفتله اللي ناحيه بره هي القصيره، تمام اهي، والفتله الناحيه الكبيره 3 ونص، يبقى دي متر ونص ودي 3 ونص. اجيب الفتله الثانيه برضو هقيسها متر ونص عشان يتبقى لي 3 ونص، فانا برضو هعمل قصادكم اهو، وانا على فكره بقيس على دراعي لان طبعا احنا الخياطه بنقيس على دراعنا، ادي متر وادي نص، انت قيسي بالايه؟ بالسنتش، دي متر ونص ودي 3، اعملها ايه؟ انا هنا خليت الايه الصغيره من ناحيه بره، في دي هخلي الصغيره من ناحيه جوه عشان انا عايزه الاتنين الصغيرين يبقوا جنب بعض، فهظبط الحلقه كده اهو وبعدين ادخل الفتلتين. واعقد عقدتي، ولازم زي ما قلت لك عقده البدايه او عقده حبك العقده اللي احنا بنربط بيها تكون زي بالظبط زيها. اصبح دلوقتي الاثنين اللي خط الاثنين اللي في النص هلاقي الاثنين اللي في النص هما اللي ايه؟ اللي متر ونص، ممكن اعمل كده تمام واظبط كده، ولو في واحده طويله عن واحده فجرها من ايه؟ من اختها. انا هنا اهي هشد من دي شويه اهي، يعني انا هاوي دي
هاوي دي عشان اسحب دي. تمام، اسحبهم قد بعض كده اهم، سحبت الاثنين القصيرين قد بعض والاثنين القصيرين في النص اهم. تمام، وابدا بقى ايه احبك الاثنين اهو، حبكته وافرقهم عن بعض شويه. اللي هعمله هنا هتعمليه هنا، اتفقنا؟ نبدأ نعمل العقدة الحلزونية اللي هي دي. تمام، دي زي دي بالظبط، زي ما قلت لك هنا هنعمل فتلتين وهنا فتلتين، وهنشتغل نص عقدة مربعة. يعني ايه العقدة المربعة؟ كنا مرة بناخد يمين ومرة بناخد يسار، هنا هناخد يا يمين بس يا يسار بس. فهنا انا لما اشتغلت دي خدت ايه؟ خدت من العقدة اللي خليت اليمين شغالة، هي اللي شغالة معايا كده. تمام، اللي هنا انا هوريك اللي هنا اللي انا عملتها، ثبت الفتله اللي دايما هي يمين ثبتها كده. تمام، فهثبت اليمين نص العقده المربعه. تمام، هثبت الايه اليمين اهو، بس بنعمل نفس العقده بس انا بعمل من اتجاه واحد، مثبتة دايما اليمين هي اللي بتعمل الحلقة. هنا في المربعة كانت مرة يمين ومرة يسار، هنا هنعمل الايه الحلقة بتاعتنا دايما 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 على اليمين. انا عملتها في دي، اما لما اجي بقى اعمل التانية لا، هعملها بقى ايه العكس، هعمل النص التاني. ليه انا هعمل كده؟ عشان خاطر الايه دي لفة اتجاهها كده، التانية تيجي تلفة اتجاهها زيها إيه عكسها. يبقى انا العقده المربعه بنعمل مره يمين ومره يسار، فانا هقسمها، هعمل هنا كله يمين 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 يمين، وهنا هعمل كله يسار 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 يسار، عشان تديني العقده بتاعتي. انا طبعا ايه وريتك طريقه دي، تعالي نعمل دي. خلاص انا دي عملتها يمين فلفت معايا بالشكل ده، دي انا هعملها يسار عشان تلف معايا عكس. عرفتي الحتة دي مهمة جدا يا جماعة، لأن في ناس بتشتغلوا دي، لو الشغلة دي يمين فبيشتغلوا دي يمين على حسب ما هم متعودين، فتبص تلاقي إيه الاتنين جايين، يعني دي مثلا دي لفة على بره هتلاقي دي لفة على جوه، تبقى مش حلوة. لا، إحنا لو دي لفة على بره يبقى دي لفة على إيه جوه. أنا اشتغلت زي ما قلت لك دي يمين زي ما أنا وريتك، لكن دي هشتغلها إيه يسار اللي هو النص التاني. تمام، أهو بالعقدة المربعة أو بنص العقدة المربعة بالظبط، يعني أنا بحدد اللفظ أهو النص التاني. انا قلت هثبت الايه اليسار هو اللي دايما يعمل الحلقه، هنا في الناحيه الثانيه هثبت اليمين هو اللي دايما يعمل الحلقه اهو. انا قلت بثبت الايه اليسار في الجزء ده، اليسار هو اللي ثابت. بص هيبدا يلف معايا ازاي، ايدي تصبر شويه بس على اللفه، واحبك الغرزه قد الغرزه عشان تديني خط مستقيم، ما شدش واحده جامد وواحده لا، خلي ايدي على اتزان واحد. ودايما قلت لك هنا في العقده الحلزونيه او النص مربعه بشتغل من اتجاه واحد، شايفه هي هتلف معايا بس ايه هنظبطها دلوقتي. طيب هي دلوقتي لفت معايا اهي، شايفين انا بشتغل من ايه ده، الف اهو اريحه، ممكن اريحه كده شايفين، وبعدين هبقى اظبطها تاني، او ده اللي بشتغل بيه افضل محافظه عليه، هو اللي بشتغل بيه طول الخط، طول الخط اللي انا عايزه اعمله انا مثبته اليسار. تمام، هشتغل كام غرزه اهوت عشان اوريكي ان انت لو سبتي الشغل وحبيتي ترجعي هترجعي لاني فتله، ما تتلخبطيش، لان احيانا كلنا بنسيب الشغل ونرجع. تمام، انا مثبته الفتله اليسار اهو. طب دلوقتي انا سبت شغلي، يعني عايزه اسيب الشغل واروح اعمل اي حاجه وارجع، هعمل ايه؟ بسيبها مفتوحه كده واروح اعمل شغلي وارجع. ليه بسيبها مفتوحه؟ او لو كنت مثلا حبكتها بروح فاتحه الغرزه اخر غرزه واشوف الفتله طالعه منين، من هنا مش كده، من مكان ما هي دي هنا داخله، لكن هنا طالعه من مكان ما هي طالعه، انا بعمل يبقى هي دي الفتله اللي بتعمل الايه الحلقه اهو. شايفين تاني هسيبها كده اهو واروح اعمل شغلي. خلاص هي بصي هي ممكن تلف مع نفسها، تلف كده تلف كده، انا اعمل ايه؟ لا، يبقى انا امسكها كده اهو، هي طالعه منين؟ طالعه مش داخله، انا بشتغل من ايه؟ من اللي طالعه اهو.
اللي طالعه هي اللي بتعمل لي، اهي بصي هي طالعه، اهي اللي طالعه دي هي اللي بتعمل لي الحلقه كل مره. انا مثبته هنا اليسار، تمام، انا هسيبها عشان بعد كده اشتغل عليه. هتكملي بقى شغلك كده بالشكل ده. قلنا هنا دي عملنا ثبتنا الفتله اليسار هي اللي بتشتغل وهي اللي بتعمل الحلقه، هنا ثبتنا الفتله اليمين هي اللي بتشتغل وبتعمل الحلقه بتاعتنا. كملي بقى، انا هخلص واجي اقول لك هنربطها ازاي، وهقول لك عملت كام عقده، تمام، وهقول لك طولها بالسنتيمتر كمان. انا هنا عملت في الجزئيه دي اللي هي الغرزه الحلزونيه، عملت على اليمين وعلى اليسار 45 عقدة اللي هي نص العقدة المربعة، عشان كده تطلع معانا حلزونية. انت تقدري تكبري زي ما انت عايزة. ال 45 عقدة عملوا معايا حوالي نقول 31 سنتي، تمام، اهو على الكاميرا. تقدري تكبري زي ما انت عايزة، بس انا هقولك المعيار اللي تقفي عنده. انا فضلت اشتغل هنا قد هنا لغاية ما تقريبا سبت ما بين الطبقة الاولى والطبقة دي، دي الطبقة التانية، حوالي 4 رات كده بالشكل ده، يعني بالمعقول. بعد كده هبدأ ان انا اضمهم مع بعض ايه توجيزر نوت، العقدة بتاعتنا اللي هي عقدة تجميع الخيوط او عقدة ربط الخيوط. هتجيبي خيط حوالي 1.5 متر، تمام، اهو هسيب 0.5 متر تقريبا كده اللي هي الشراشيب، وبعد كده هضم الاتنين دول كده مع بعض، واجي من هنا كده بعد 0.5 متر اهو، واجي اعمل حلقة فوق، ماشي كده الكلام. هجيب الناحية الطويلة الباقية الطويلة، شايفين انا سحبتها لحد فين؟ لحد تحت اهو، وادي العقدة فوق اهي. هجيب الفتلة الطويلة الباقية، هبدأ الفها حلقات بالشكل ده ورصهم جنب بعض. اعملي بقى 8 حلقات او 8 لفات 10 لفات زي ما انت عايزة حسب طول العقدة، وانت بتعملي شديها كده اللي انت عايزة تربطيها بيهم، يعني عايزاها كبيرة عايزاها قصيرة، تمام، وتقدري لما تلفي كده وتشوفي الحجم انت عايزاه تبدأ بعد كده تسحبيهم. اهو انا بلف الحلقات مترصة مع بعض. ليه قلت لك سيبي 1.5 متر؟ لان انا قلت 0.5 متر من الناحيه دي ونص متر من الناحيه دي شراشيب، والنص متر التاني هنبدا ان احنا نشتغل بيه ونلف بيه بالشكل ده عشان يبقى معاكي نفس طول الشراشيب بتاعه الجداريه نفسها، ما تبقاش قصيره وتحتاجي للوصل، تمام. اهو بعد كده انا مثلا انا عملت كام عقده، تعالوا نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كفاية بالنسبة لي. وهروح مدخلة بقى الفتلة فين؟ في قلب الحلقة اللي أنا سايباها فوق أهو. هجيب بقى الفتلة اللي أنا كنت عاملاها اللي هي دي، ولو اتلخبطت هتبدأي تشدي الفتل كده تعرف هي أنهي فتلة. أنا هشد الفتلة أهو، أهي بانت قدامي اللي هي دي. هبدأ إن أنا إيه أشد العقدة لتحت كده، طبعا أنا دخلت دي فيها هشدها لتحت كده أهي، شايفين، واشدها جامد. انا بشدها جامد اهوت، وبعدين ابدا بقى اسحب الايه اللي ممكن الفتت دي كلها بالشكل ده واحده واحده كده اهو، عشان انا عايزه احبكها فوق اهو، شايفين اهو، واجيب الفتله اللي هي المفروض كانت بتشدهم جامد واشدها كده. ممكن بقى دي كده هرجعها ورا هنا كده طبعا، انا بالنسبه لي كانت فتله طويله شويه فعشان كده ايه هي بالنسبه لي اطول من 1.5 متر. ارجعها ورا كده وبابره زي ابره الكروشيه اللي هي ابره التشطيب اللي هي التخينه اللي هي دي، هتلضمي الخيط وتحاولي تنفذيه من هنا وتنزليها، تمام. مش عايزه تعمليها ممكن باي ايه شمعه الزقيها كده بالشكل ده تبقى نازله هنا كده بالشكل ده. كده احنا ايه جمعنا الجزء ده مع بعض وخلصناه، وطبعا بعد كده هيتقص مع بعض. ده كده الطبقه الثانيه خلصت في المكرميه دي او الجداريه دي. هبدا اجيب الطبقه الثالثه اللي انا عايزه اعملها وهي الضفيره، تمام. دول 3 فتلات عشان اعملهم ضفيره، انا عامله واحده وهنعمل الثانيه، تعالي نشوفها. هبدأ أجيب 3 فتلات زي ما انت شايفة، وكل فتلة هتنيها على 2، طول الفتلة نفسها 3.5 متر، لما تنيها على 2 هتديني 1.75 متر عشان أعمل الضفيرة. أنا شبكت 2 ودي كده التالتة بنفس طريقة التشبيك أو طريقة العقدة البداية أو ربط الشغل على العصاية نفسها، واظبطهم التلاتة كده بالشكل ده.
هنبدأ نعمل الضفيرة دي. تمام، هعملها ازاي الضفيرة؟ هبدأ أدفر عادي خالص، هاخد الأولى اللي هما الفتلتين الأولين دول هعتبرهم فتلة، ودول واحدة كده تلاتة. هجيب الأولى على التانية بالشكل ده، وارجع اجيب التالتة على اللي كانت الأولى. نكرر الأولى على التانية والأخيرة على اللي كانت أولى. نكرر تاني، الأولى دي في النص، الأولى على اللي في النص. تمام، أصبح الأولى جت في النص، هاخد التالتة على اللي في النص. وتظبطي وانتي ماشية، لأن انتي بتضفري بالفتلتين فلازم تكون الضفيرة معاكي مظبوطة. اوزني ايدك الضفرتين يكونوا قد بعض زي ما انتي شايفة اهو. دي الأولى، أنا عندي الأولى كده تلاتة اهم، شايفين واحد اتنين تلاتة. هجيب الأولى على التانية واظبط، وارجع اجيب التالتة على اللي كانت أولى، وهكذا. هتعملي الناحيتين قد بعض. تمام، وحاولي توزني ايدك في الضفيرة وتظبطي كده بالشكل ده. تمام، هفضل اشتغل كده بالشكل ده، وبعد كده هنيجي هنا نعقدها سوا. خلصت الضفيرة قصاد الضفيرة، والاولانية بصوا انا كنت عاملة لها عقدة عشان ايه ما تفكش مني. طبعا هشيلها بفتلة صغيرة كده، بعد كده برضو هعمل لهم العقدة الجمع بينهم. وطبعا انا حاولت ان انا اظبط العدد اللي هنا، الغرز اللي هنا زي عدد الغرز اللي هنا، ونفس ما عملت دي هعمل دي. هسيب مسافة نص متر للشراشيب، وبعد كده هعمل العقدة فوق كده اهيت. تمام، وهبدأ بقى من على مسافة عشان ما نشدش، احنا المسافة دي قرتين فهسيب قرتين، وابدأ الايه الكبيرة، الناحية الكبيرة الفها. تمام اهي، هلف كده حوالي، لو لفيت هنا 8 يبقى لف هنا 8، هنا 9 يبقى لف هنا 9. لازم اللفات تكون قد بعض. خلصت اللفات قد بعض، وبعد كده طبعا هجيب الحلقة بتاعتي اهي، اهي فوق اهي، انا حاطه لكم فوق اهي، وابدا اشوف ايه فين الطرف دي، اسحبها من اي طرف كده عشان اعرف بس طرفها، لان طرفها طبعا الدايره باين معايا اهو، فاروح ايه شايفين سحباها كده، واسحبها كويس جدا تبقى مدارية تحت الشغل بتاعي. وبعد كده قلنا هنرجعها ورا كده بالشكل ده، وابدا بقى ايه الشغل نفسه. امسك فتله فتله كده اشد بقى ايه مظبوط، امسكها كده واشد كل الفتل قد بعض اهو. شايفين انا بعملها ازاي؟ عشان انا عارفه مهما بصوا، انا بصوا بشد اهو، بصوا بظبط الايه اللي انا شدتها باخدها اهي، انا بشد قدامكم وبرجع تاني اظبط اهي. بكده خلصنا الطبقه الثالثه. احنا في الجزء الاول خلصنا الطبقه الاولى، في الجزء الثاني خلصنا الطبقه الثالثه التانية والتالتة وتعلمناهم. يبقى في الجزء الاولاني اتعلمنا الغرزة المربعة العدلة، وتعلمنا الغرزة المزدوجة، وتعلمنا غرزة التوت، ده في الجزء الاول. في الجزء الثاني اتعلمنا الغرزة الحلزونية اللي هي نصف مربعة، اللي هي نص عقدة، وتعلمنا كمان غرزة الضفيرة، وتعلمنا غرزة التوجذر نوت اللي هي غرزة تجميع الخيوط، اتعلمنا ازاي نجمع الخيوط بطريقة احترافية. ده كده الجزء الثاني خلص. اتمنى ان يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. اذا كنتوا جديدة في القناة انا برحب بيكم وبقول لكم اهلا وسهلا، نورتوني. من فضلكم دوسوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد انا بقدمه. ان شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي باذن الله، نقدم الجزء الطبقه الرابعه والاخيره، لان ده جزء 2 3، فهنقدم الرابعه ان شاء الله والاخيره في الجزء الثالث من المكرميه او الجداريه الجميله دي.